التاريخ وسؤالهم. في عهد أي ملك بريطاني قامت ثورة 1919 في مصر؟ كان ملك بريطانيا من 1910 ل 1936. ثورة 19 أدت لتكوين أول حكومة شعبية برئاسة سعد زغلول بعد صدور دستور 1923. سارة إجابتك؟ جورج السادس. جورج السادس إجابة خاطئة. عبد الله. جورج الخامس. أنا حتى ما قدرتش أعقب على إجابتك، سكت خالص، قلت لك إجابة غلط وأنا ساكت. مش السادس، الخامس يا عبد الله، برافو عليك، إجابة صحيحة. طبعًا جورج الخامس، وعشر نقط لجامعة MTI.